السلام عليكم الخوت، السلام عليكم لافامي. اليوم جيتكم بموضوع جديد، يعني بحملة واسعة تشديد الدرجات النارية لمنعدمة التيكيت أو منعدمة شهادة الملكية. يعني نزيد نوضح لكم أكثر. بالنسبة ملي كدوز لفيزيت، يعني كيخرجوا لك هاد شهادة الملكية، يعني كتعطيهم ديك كارت كريز اللي كتشري بها موتور، وكيخرجوا لك هاد كارت كريز هادي، يعني كتكون شهادة الملكية وكيكون فيها الرقم تاع الترقيم تاعك، يعني تاع البلاكه تاعك، كتكون في ديك الورقه، يعني في ديك شهادات الملكيه. وبالنسبه للبلاكه اللي كيخرجوا لك كتكون فيها واحد التيكيتا، يعني واحد التيكيتا اللي كتكون مكتوبه فيها شهادات الملكيه، يعني كتكون ديك التيكيتا تعطيها لك يعني صاحب لا فيزيت، يعني كيخرجوا لك بلاكه صاحب لا فيزيت. ماشي كتمشي كتشد عند دوك كيصنعوا البلايك، يعني دوك تاع العموم. وبالنسبه للبلاكه خصها تكون متوفره على هاد التيكيت هذا. وكاينين شي وحدين اللي كتخرج لهم بلاكه نيت بالتيكيت وكيمشيو كيعاودوها، يعني كيديروها مثلثه مستطيله وكيحيدوا ديك اللي عطاوهم في الفيزيت. يعني وهذا يعني الا شتك بوليسي يعني يعطيك واحد الغرامه اللي هي قدرها 500 درهم تخلصها، يعني بانك ما تتوفرش على بطاقه ترقيم اصليه. وبالنسبه واخا عاودتي البلاكه بنفس الارقام يعني وبنفس التيتر داكشي اللي عندك في كارت غريز، يعني كيقول لك بلي ان هذيك ماشي اصليه وغادي يضربوك بغرامه اللي هي 500 درهم. يعني بالنسبه لك الا كانت عندك ديك بطاقه، الا كانت عندك بطاقه ترقيم قديمه، يعني ترجعها للموتور باش انك ما تطيحش في المخالفه. ودابا اخوتي انتهى الفيديو تاعنا، والاول مره كيدخل القناه ما تنساوش تشارك في القناه ودق على الجرس باش يصلك كل جديد.